تفجير انتحاري في بغداد ولقاء أمريكي ياباني كوري جنوبي مرتقب في واشنطن، كل ذلك وأكثر في جولتنا حول العالم. قتل 3 أشخاص بتفجير نفذه انتحاري وسط بغداد، واستهدف عمالا متجمعين في ساحة الطيران بالعاصمة موقعا عشرات الجرحى. وتبنت عصابة داعش الإرهابية هذا التفجير بحسب مواقع مقربة منه. استدعت السلطات التركية السفير الألماني في أنقرة بشأن أغنية ساخرة بثتها شبكة ألمانية واعتبرت مهينة للرئيس رجب طيب أردوغان حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي. وتتناول الأغنية التي بثت خلال برنامج على قناة ألمانية محلية القيود التي تفرضها الحكومة التركية على حرية الإعلام والمبالغ الطائلة التي أنفقت لبناء قصر فخم بالقرب من العاصمة أنقرة. دعا مرشحو المعارضة 5 في الكونغو إلى إضراب عام بعد أن انتخب الرئيس دينيس ساسو لولاية جديدة، وطالب المرشحون الذين هزموا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 آذار الجاري الشعب بممارسة سيادته في حال حدوث عمليات تزوير، وهذا ما تعتبره الحكومة دعوة إلى العصيان. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلتقي الخميس المقبل رئيسة كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني في اجتماع ثلاثي سينظم على هامش القمة حول الأمن النووي، ويشكل هذا الاجتماع فرصة للقادة الثلاثة للبحث في الردود المشتركة على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية. دعا نائب الرئيسة البرازيلية المسؤول في حزب الحركة الديمقراطية إلى الانسحاب من حكومة الرئيسة ديلما روسيف أملا في تسريع سقوط الرئيسة اليسارية، الأمر الذي دفع وزير السياحة إلى الاستقالة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن هذا الانفصال لتتفاقم أزمة روسيف مع انسحاب الحليف الرئيسي في حكومة حزب العمال.